مع تصاعد الحراك الثوري الرافض لإقامة سباقات الفورمولا 1 في البحرين، والذي يقام على وقع القمع واستباحة المنازل وصدور أحكام بالسجن وصفت بالمسيسة بحق المواطنين كما حدث يوم أمس، حيث حكم على 12 بحرانيا بالسجن مدى الحياة. استمر اعتصام النشطاء البحرانيين في لندن، والذي بدأ قبل أسبوع خارج مبنى إدارة سباقات الفورمولا 1. المعتصمون رفعوا لافتات تكشف جانبا من القمع اليومي، بالإضافة إلى صور القيادات الثورية المعتقلة وعبارات رافضة لإقامة السباق في البحرين. كما ردد المعتصمون هتافات تدعو لإيقاف السباق الذي اعتبروه يعقد على دماء البحرانيين. وفي تصريح للبحرين اليوم، قال الناشط السيد أحمد الوداعي رئيس معهد البحرين للحقوق والديمقراطية بيرد، أن حملة مقاطعة السباق مستمرة بالتعاون مع النقابات والمنظمات الحقوقية والنشطاء، والتي تهدف إلى فرض احترام حقوق الإنسان. Last year and the year before it, every time there is Formula One race in Bahrain, the escalator of violations reaches peaks during the Formula One race. We still remember the death of Salah Abbas, and there is no justice. تجدر الإشارة إلى أن عشرات النواب في مجلس العموم البريطاني وقعوا على عريضة تدعو لوقف السباق في البحرين بسبب تنصل النظام الحاكم فيها من التزاماته الدولية لاحترام حقوق الإنسان. وقد دشنت منظمة مراسلون بلا حدود حملة انضمت إليها منظمات آيفكس وهيومان رايتس ووتش، والتي من المرجح أن يشارك فيها مليوني مغرد على موقع تويتر.